ثم ويجب قضاء رمضان. ذا مسائل قضاء الصوم لو افطر. نعم، يجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم واجبي. هنا إذن الصوم الواجب كله كما ذكرنا سابقا، صوم كفارة أو نذر هكذا. يجب قضاء ما فات ولو بعذر، ممكن الفوت بعذر أو بغير عذر، أيا كان يجب القضاء. ثم لو كان بعذر يكون على التوسع، لو كان بغير عذر يجب فورا، هكذا فرق كما سبق في قضاء الصلاة. نعم. كرمضان ونذر وكفارة، لماذا فات؟ بمرض أو سفر أو ترك نية أو بحيض أو نفاس، لا بجنون وسكر لم يتعد به. إذن هذا إما الصوم الواجب صوم رمضان أو نذر أو كفارة. كيف فات؟ بمرض. بدل من قوله بعذر، ولو بعذر حتى بمرض أو سفر، هذا أيضا عذر. ثم أو ترك نية، ترك نية إما عمدا أو سهوا يجب القوم، هذا القضاء يجب الصوم قضاء. أو بحيض أو نفاس، لا بجنون وسكر. فإذا لو جن رجل هل يجب عليه قضاء صوم أيام جنونه؟ لا يجب. وكذلك رجل صار يعني سكران، هل يجب عليه قضاء صوم أيام سكره؟ لا يجب. متى لا يجب؟ لم يتعد به، يعني لم يتعد بسبب الجنون والسكر. فإذا لو كان متعديا بالجنون أو السكر يجب عليه القضاء، وإلا لا يجب عليه القضاء. نعم. وفي المجموع أن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه، ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي قطعا. فإذا ذكر في المجموع مسألة، يعني قضاء يوم الشك على الفور. قضاء يوم الشك ما صورته؟ هكذا كان يوم الشك، يعني 30 من شعبان، هذا هو يوم الشك. فيما سبق ممكن هو بين يوم الشك، يعني هذا أشاع الخبر برؤية الهلال ولم يثبت عند القاضي، هذا يوم الشك يعني خاص يحرم فيه الصوم. أما يطلق يوم الشك على كل 30 من شعبان يقال يوم الشك، وهذا يوم الشك لا يحرم صومه مطلقا، بل عند حرمة الصوم في يوم الشك هناك اعتبار خاص، وهنا يوم الشك 30 من شعبان أيا كان. إذن كان هذا يوم الشك لم يثبت يعني رؤية الهلال، لذلك ما صام. ثم تبين أن هذا كان من رمضان، هذا هو عندئذ يجب القضاء. وهذا القضاء ذكر المصنف الإمام النووي في المجموع أن قضاء يوم الشك يعني لو بان أنه كان من رمضان يجب القضاء على الفور. لماذا؟ لوجوب إمساكه. فإذا هو ماذا فعل؟ بعد ذلك يعني لم يمسك. فإذا هذا في النهار ظهر أنه من رمضان، ثم
يجب عليه إمساكه لكن هو لم يمسك بل أفطر. إذن يجب عليه قضاؤه فورا. لماذا؟ لأنه تعدى بالإفطار، ارتكب مفطرا بدون يعني على سبيل المعصية. ونظر فيه هكذا ذكر في المجموع، لكن نظر فيما في المجموع جم بأي شيء، بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي قطعا. لو ترك أحدنا النية يلزمه الإمساك، هذا النية سواء كان يعني عمدا أو سهوا، لا أي طريق ترك يجبه الإمساك. ثم بعد ذلك مع أن قضاءه على التراخي قطعا، قضاءه على التراخي قطعا، فإذن هذا وجوب الإمساك لا يقتضي وجوب القضاء فورا. هذا الذي هذا توجيه النظر، لكن هذا النظر لا يتوجه. لماذا؟ فيما مضى وكذلك هنا أيضا، لو لم يمسك يجب الفور، أما لو أمسك فلا يجب الفور، فلا إشكال. ما في المجموع أين نصبر نقدر يجب قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه، يعني ما أمسك بل ترك الإمساك، عندئذ يجب الفور. وهنا أيضا لو ترك الإمساك يجب الفور، ثم لو فرضنا هكذا لا تعارض بينهما. ثم هناك للشراح فرق بين المسألتين، فرق بينهما في الإيعاب بأن التقصير هنا أظهر، لأن له حيلة في إدراك الهلال غالبا، ولا حيلة له في دفع هذا في دفع النسيان. نظر فيه جم بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي. لماذا؟ ليس لا يكون له حيلة لدفع نسيان النية، بل هذا يغلب على الإنسان هذا النسيان. أما رؤية الهلال بالنسبة إلى رؤية الهلال يكون له حيلة، فإذا كأنه ترك هذه الحيلة لأجل ذلك لم يثبت عنده الهلال. فإذا في المسألة الأولى كأنه تقصير منه، لأجل ذلك فاته يوم الشك لم يثبت عنده الهلال. أما في هذا الثاني ليس مقصرا نصلا، هكذا فرقوا. نعم، هذا كفرق جيد. نعم، فإذا يكون على الإطلاق أن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه، يعني سواء أمسك أو لم يمسك يجب على الفور. تارك النية كيف ترك، يعني سهوا يلزمه الإمساك. فإذا لو ترك النية عمدا فأولى بالقضاء فورا، يجب عليه القضاء فورا. لو كان تارك النية نسيانا لا يجب عليه فورا، بل يجب عليه على التراخي فقط. نعم، ويجب إمساك عن مفطر فيه. نعم، هذا مسألة الإمساك، يجب إمساك عن مفطر فيه أي رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء، متى إن أفطر بغير عذر أو بغلط. هذا رجل مثلا أفطر يوم النذر، هل يجب عليه الإمساك بعد ذلك؟ لا يجب عليه الإمساك. أو رجل يعني كان يصوم قضاء ليس نذرا بل قضاء، بدأ الصوم يعني أن يقضي فيه صوما، إذن هل يجب عليه
الامساك لو وقع منه الافطار اثناء الصوم لا يجب عليه الامساك، هذا حكم الامساك خاص برمضان فيه اي رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء. ان افطر بغير عذر من مرض او سفر او بغلط كمن اكل لانا بقاء الليل او نسي تبيت النية او افطر يوم الشك وبان من رمضان لحرمة الوقت او افطر بغلط، مثال للغلط كمن اكل لانا بقاء الليل يعني وقت الفجر كان يظن بقاء الليل ثم أكل ثم بعد ذلك ظهر أن أكله قد وقع في النهار بعد طلوع الفجر، بعد ذلك يجب عليه الإمساك. إذن ذكر في المتن أمرين، أفطر بغير عذر أو غلط، كذلك يذكر في الشرح أمر الثالث أو نسي تبييت النية، هذا يعتبرنا على قوله أفطر. فإذا يجب الإمساك على من نسي تبييت النية، فإذا نسي تبييت النية، فإذا لو ترك تبييت النية عمدا لا يجب عليه الإمساك. نعم يجب عليه الإمساك، هذا معلوم بطريق أولى. لو كان الإمساك واجبا مع نسيان النية فالإمساك واجب بطريق أولى لو ترك النية عمدا. نعم. أو أفطر يوم الشك وبان من رمضان، هذا اليوم كان من رمضان يعني في النهار بان، يجب عليه الإمساك. هنا يوم الشك المراد به ثلاثين شعبان. نعم. لحرمة الوقت، لماذا يجب الإمساك؟ لحرمة الوقت، هو يحترم هذا الوقت احتراما لهذا الوقت، وهذا الاحترام يكون في رمضان فقط، احترام الوقت المأمور في رمضان. وليس الممسك في صوم شرعي وهكذا يجب عليه الإمساك. هل هذا الإمساك صوم شرعي؟ ليس هذا صوما شرعيا، لكنه يثاب عليه. وإن لم يكن هذا الإمساك صوما شرعيا والإمساك مأمور في الشرع مطلوب في الشرع، لذلك يثاب عليه، يكون له ثواب لأجل الإمساك من جانب. ومن جانب آخر فيلثم بجماع أو بمفطر آخر، يعني هو ترك الإمساك تناول أو ارتكب مفطرا من جماع أو أكل أو هكذا، فإذا يثم أيضا. لماذا؟ لأنه ترك مطلوبا مأمورا. ولا كفارة، هل يجب عليه الكفارة لو جامع في نهار هذا الإمساك؟ لا يجب عليه الكفارة. لماذا؟ الكفارة واجبة في إفطار الصوم الشرعي، وهذا ليس صوما شرعيا. نعم. ثم وندب إمساك لمريض، والذي سبق وجوب الإمساك، وهذا مسائل ندب الإمساك لمن؟ لمريض شفيع أو مسافر قدما، متى؟ أثناء النهار مفطرا، أو حائل طهرت أثناءه، لهؤلاء يندب الإمساك. مريض شفيع متى؟ شفيع أثناء النهار، أو مسافر قدما يعني وصل إلى مقصد سفره يعني مكان إقامته، معنى قدم يعني وصل إلى مكان إقامته، متى؟ أثناء النهار. كيف شفيا أو كيف قدم مفطرا له؟ إذن أثناء النهار، أثناء متعلق بشفيا وقدم كليهما تنازع به، كذلك مفطرا أيضا. ثم أو حائل، يسن إمساك لحائل أو لا، وحائل مفطرا وحائل، اعتفنا لقوله مريض ندب إمساك لحائل طهرت أثناءه، يعني انقطع دمها
عثناء أن النهار عندئذ يندب. ثم فإذا على العكس مثلا امرأة حالت في أثناء النهار في أثناء الصوم يحرم عليها الإمساك بنية الصوم، نعم، وهنا يندب، هذا في انقطاع الدم، أما في ابتداء الحيض يحرم على العكس، نعم. كذلك يندب الإمساك أيضا لمن أفاق أو أسلم في أثناء النهار، ويجب على من أفسده بجماع كفارة معه. هذا بيان مسألة الكفارة دي. ويجب على من أفسده، أفسد الصوم، إما أفسد أو يقال يعني منع إنعقاد الصوم، كما سبق أن بينا أمس، رجل كان يجامع عند طلوع الفجر ثم لو لم ينزع لا ينعقد صومه، هناك أيضا يجب الكفارة، نعم. أفسده أي صوم رمضان بجماع عثيب به لأجل الصوم لا باستمناء وأكل، كفارة يجب عليه كفارة معه أي مع قضاء الصوم، نعم. إذن هناك شروط لوجوب هذه الكفارة، أولا ينبغي أن يكون الصوم صوم رمضان، ثانيا يجب الإفساد، إفساد هذا الصوم، ثم الإفساد ينبغي أن يكون بجماع، والجماع ينبغي أن يكون آثم به لأجل الصوم، يعني كل هذا قيد. فإذن لو كان الإفساد بغير جماع لا يجب، أو لو كان بجماع لكن لم يلزم به، أو آثم به لكن ليس الإثم لأجل الصوم، هكذا يعني شروط كثيرة. جماع يعني جماع تام، جماع تام، جماع تام في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميت ولو مع وجود خرقة لفها على ذكره، هكذا ذكر في التحفة عممة. ثم جماع عادة يطلق على وطئ الرجل زوجته، فإذا لو وطئ الرجل غير زوجته يقال هناك زنا أو يكون شبهة، فإذا هنا الجماع والزنا ووطئ الشبهة كلها عامة، يعني لو كان إفساد الصوم إما بجماع أو بزنا أو بوطئ شبهة، نعم. ثم آثم به، فإذن كيف يكون جماع في نهار رمضان بغير اسم لو كان صبيا لا يثم به، أو يعني هو مسافر، هو جامع زوجته ترخصا أو مريض، هو أراد، هو جامع زوجته ترخصا يعني ليجد، وهذا مسافر يجوز له ترك الصوم، فإذا هو بدأ يعني شرع في الصوم، مسافر شرع في الصوم ثم بعد ذلك أراد أن يترك الصوم، فإذا هذا ترك الصوم إما يكون بأكل أو شرب أو ارتكاب بأي مفطر، فإذا ماذا فعل؟ هو جامع زوجته وهناك لا يثم به. ثم لأجل الصوم لا باستمناء ووكل أو أكل، نعم، هذا اعتبرنا على قوله بجماع، فإذا لو أفسد صومه باستمناء أو أكل أو أكل بضم الهمزة، نعم، هذا يشمل يعني الطعام والشراب جميعا، ثم لو كان أكل، يعني لو كان إفساد صومي باستمناء أو أكل وشراب لا يجب الكفارة، كفارة متكررة بتكرر الإفساد، كفارة متكررة بتكرر الإفساد،
فإذا رجل هكذا جامع زوجته في جميع أيام رمضان مثلا 30 يوم، فإذا يجب عليه 30 كفارة. نعم. لكن هو قال بتكرر الإفساد، فإذا لو لم يتكرر الإفساد بل تكرر الجماع فقط، مثلا في نهار واحد هو جامع زوجته 5 مرات أو 6 مرات، فإذا كم كفارة تجب؟ كفارة واحدة فقط. لماذا؟ لأن الإفساد وقع بالجماع الأول فقط. وإن لم يكفر عن السابق معه، هذا يتكرر، وإن لم يكفر عن السابق يعني عن الأول لم يكفر، قبل التكفير، قبل إعطاء الكفارة أداء الكفارة أفسد صومه مرة ثانية بجماع، وقبل التكفير عن هذا الإفساد جامع مرة ثالثة. هكذا بعض قال يعني لو لم يكفر عن السابق لا يتكرر، ردا عليه هو قال وإن لم يكفر عن السابق معه أي مع قضاء ذلك الصوم، لا يكفي هذا الكفارة فقط بل يجب قضاء ذلك الصوم أيضا. ثم ما هي الكفارة؟ والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فصوم شهرين مع التطابع إن عجز عنه، فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا إن عجز عن الصوم لهرم أو مرض بنية كفارة. هذا هو الكفارة عتق رقبة مؤمنة، ثم إن عجز عن هذه الرقبة فصوم شهرين مع التطابع إن عجز عنه، صوم شهرين مع التطابع إن عجز عنه، أن أي شيء عن عتق رقبة، فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا متى؟ إن عجز عن الصوم. لماذا عجز عن الصوم؟ لحرم هو كبير السن أو مرض، ليس هذا رجل حرما بل هو شاب أو كهل، مع ذلك له مرض بنية كفارة ينوي يصوم هذا الصوم. وكذلك هذا الصوم صوم شهرين مع متتابعين، أو إطعام 60 مسكين بنية صوم، أو عتق رقبة بنية الكفارة، صوم بنية الكفارة. فإذا يفعل هذه الأفعال يعني الخصال الثلاثة، عتق رقبة، كذلك إطعام 60 مسكين، نعم صوم شهرين، كل هذا بنية كفارة. بنية كفارة هذه الباء تتعلق بهذه الثلاثة، بعتق، بصوم شهرين، إطعام 60، كل هذا بنية الكفارة. فإذا وعجز عن عتق رقبة، كيف يعجز عن عتق رقبة؟ بأن لم يجد الرقبة، إما لم يجد الرقبة أو ما وجد ما يشتري الرقبة ثم يعتق، يعني هذا رجل ليس عنده ثمن العبد الرقبة، ثم أو هذا لا يستطيع الصوم بسبب مرض أو هرم، فإذا متى يعتبر هذا عجز؟ يعني عند إرادته بأن لم يجد الرقبة وقت الأداء، ولا ما يصرفه فيها فاضلا عما ذكر، أو وجدها لكنها قتلها مثلا، أو كان عبدا، إذ لا يكفر إلا بالصوم لأنه لا يملكه. هذا الذي أفسد الصوم بجماع هو عبد، لو كان عبدا ولا يملك المال فإذا لا يكون، لا يستطيع أن يملك الرقبة ولا يملك طعاما يطعم 60 مسكينا، فهذا العبد يصوم يكفر بالصوم فقط.
والمراد بالعجز في كل من في كل من خصال الثلاث أن يعجز عند إرادة الكفارة عند إرادة الكفارة. فإذا رجل أراد أن يكفر يعني أن يعتق رقبة يعتق رقبة في ذي الحجة في أول ذي الحجة نعم. فإذا هو ينظر في السوق هل يوجد أو لا يوجد ولم يجد فإذا هو يصوم في ذلك اليوم. هل هو مريض أو صحيح يطيق أن يصوم شهرين متتابعين ينظر في حاله لو لم يطيق فيطعم 60 مسكينا. هذا الوقت يعني حسب إرادته واختياره فقط. ثم هذا إطعام 60 مسكين أو فقير عندما يعطي مسكينا مسكينا هل يجوز يعني ما يتعلق بالإطعام يذكر بعض المسائل. ويعطي لكل واحد ويعطى لكل واحد مد من غالب القوت. فإذا هذا الإطعام ينبغي أن يكون من قوت البلد من غالب قوت البلد. ثم لكل واحد كم يعطى لستين مسكين يعطى كم يعطى لكل مسكين مد مد. فإذا إطعام 60 مسكينا أو فقيرا معناه إطعام 60 مدا من غالب قوت البلد. إعطاء 60 مدا من غالب قوت البلد كل مد مد إلى مسكين مسكين هكذا. ثم فإذا لا يعطى لمسكين مداني بل يعطى لمسكين مد فقط. لا يكفي أقل من مد أيضا يجب مد لكل مسكين. ثم هل يجوز صرفه لمن تلزمه نفقته؟ لا يجوز. ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مونته. فإذا لا يجوز له صرف الكفارة لعياله أولاده لزوجته أو لوالده لأصوله الذين يجب عليه مونتهم ونفقتهم لا يجوز. ذكر في التحفة أي كالزكاة وسائر الكفارات. وهذه كفارة إفساد الصوم بالجماعة. سائر الكفارات أيضا لا تعطى لمن تلزمه كفارة نفقته لمن تلزمه يعني تلزم المكفرة نفقته. كذلك الزكاة أيضا لا تعطى لمن تلزمه مونته. فإذا سبقا بينا مسألة في باب الزكاة لو كان هذا الرجل غير مكفي بنفقة قريب يجوز له صرف الزكاة إليه. فإذا وهذا التنظير يقتضي لو كان هذا الفقير أو المسكين غير مكفي بنفقة قريبه فيجوز الصرف إليه نعم. فإلا لا يجوز هكذا يأتي. ثم ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله. ثم هذا وجوب يعني الفدية بدلا عن الصوم. يجب على بعض الناس الفدية فقط لا يجب الصوم نعم. من يجب عليه الفدية هذا الذي يبين هنا. ويجب على من أفطر في رمضان. لماذا أفطر ترك الصوم لعذر لا يرجى زواله. وهذا العذر لا يرجى زواله لا يزال
لماذا هذا شأنه هكذا؟ مثاله هذا ككبر، هذا كبر السن، بسبب كبر سنه لا يستطيع لا يطيق الصوم. وبعد ذلك لا يصغر سنه، لأجل ذلك لا يرجى برؤه زواله. فكذلك مرض لا يرجى برؤه، ليس كل مرض لا يرجى برؤه، ليس كذلك، بل بعض المرض يرجى برؤه وبعض لا يرجى برؤه. فإذا لو كان المرض مما لا يرجى برؤه يكون من هذا القسم. كيف يعلم هذا يزول أو لا يزول، يرجى زواله لا يرجى زواله؟ أي بقول أهل الخبرة، هكذا نقل الشرواني عن شيخه. نعم. فإذا في هذه المسألة يعني هل يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، يرجع إلى أهل الخبرة بالنسبة إلى هذا المرض. ثم هذا المرض السابق يعني يلحق من هذا المرض مشقة شديدة. من أفطر في رمضان يجب عليه مد بلا قضاء، هذا الذي يقول. فإذا هذا الرجل له عذر بسبب كبر أو مرض، يجب عليه مد بلا قضاء، معناه لا يجب عليه الصوم ابتداء، بل يجب عليه هذا المد يعني هذا الفداء ابتداء. فهذا رجل كبير السن أو مريض لا يرجى برؤه، لو تكلف وصام هل يعني يؤدى واجبه، أو بعد ذلك أيضا يجب المد لا يجب عليه المد؟ لو تكلف هذا رجل كبير السن ثم صام، أو هذا مريض لا يرجى برؤه تكلف يعني تحمل المشقة ثم صام، فإذن قضي واجبه لا يجب عليه المد بعد ذلك. نعم. هذا ذكر في ما لو تكلف وصام فلا فدية كما في الكفاية عن البندنيجي، ذكره في التحفة. نعم. ككبر مد لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ، يجب مد لكل يوم. فإذا عن 30 يوم 30 مدا، لكن هذا بشرط اليسار، وهنا يشترط اليسار لهذه الفدية. أما في الكفارة السابقة لا يشترط اليسار، سواء كان موسرا أو غير موسر يجب يعني هذا الترتيب. أولا إتق رقبة، لو لم يكن موسرا فيجب عليه إطعام 60 مسكين، لو لم يجب عليه لو لم يكن موسرا حتى يملك 60 مدا، ماذا يفعل؟ يجب عليه وهذا يبقى في ذمته. نعم. ثم فإذا هناك اليسار يعتبر في عتق الرقبة، لو لم يكن موسرا كما ذكرنا، يعني لماذا يعجز عن عتق الرقبة؟ إما بسبب عدم وجود الرقبة، أو عدم وجود ما يصرفه فيها يعني في الرقبة فاضلا عن هناك بينا. فإذا هناك يعتبر اليسار في عتق الرقبة، أما في إتمام 60 مسكين هذا عدوان خصال الكفارة، هناك لا يعتبر اليسار، وعدم اليسار يجب في ذمته. أما في هذه الفداء الفدية يعني مد، ولو كان موسرا يجب، وإلا لا يجب عليه شيء، لا صوم ولا مد. إن كان موسرا حينئذ، متى هذا؟ أي حين الإفطار،
فإذا لو كان يفطر الصوم في اليوم الأول من رمضان لأجل مرض لا يرأبه عندئذ ليس موسرا ثم بعد ذلك هكذا خمسة أيام ليس موسرا بعد خمسة أيام ممكن صار موسرا أهدي إليه مال باهظ أو يعني هو يعني حصل على مال الزكاة كذا كذا صار موسرا من ذلك اليوم يجب عليه المد قبل ذلك ما كان واجبا أو أولا كان موسرا ثم صار معسرا ممكن هو أنفق ما عنده في العلاج أو غيره صار معسرا لا يجب عليه منذ الإعسار إذن يوم الإفطار حينئذ يعني هذا حين الإفطار ينظر ماذا حاله هل موسر أو معسر غني أو فقير لو كان غنيا يجب وإلا لا يجب شيء وإلا فلا في هذه المسألة خلاف فهذا الذي ذكر المصنف ما اعتمده ابن حجر رحمه الله تبعا لما صححه في المجموع من سقوطها عن الفقير كالفطرة هذا قياسه الفطرة لا يجب على الفقير زكاة الفطر كذلك هذا أيضا لا يجب لكن اعتمد الأسنى والمغني والنهاية كل هؤلاء قالوا ليس هذا مثل الفطرة بل يجب ولا يسقط بل يبقى في الذمة نعم بلا قضاء وإن قادر عليه بعد ممكن أولا كان مريضا هكذا لا يرجى برؤه بعد ذلك صار صحيحا هل يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء هذا أولا وجب عليه المد وهذا المد يعطى فقط لأنه غير مخاطب بالصوم هذا الرجل ليس مخاطبا بالصوم ابتداء فالفدية في حقه واجبة ابتداء لا بدلا لو كان بدلا فلو قدر يجب عليه القضاء لا يجب عليه المد ليس كذلك هذا هنا الوجوب ليس على طريق الإبدال بل هذا ابتداء يجب عليه المد لأجل ذلك سواء قدر على الصوم بعد ذلك أو لم يقدر يجب عليه هذا المد فقط نعم ويجب المد مع القضاء على حامل ومرضع أفترط للخوف على الولد كذلك يجب المد مع القضاء وفيما سبق بدون القضاء وهنا يجب المد والقضاء كلاهما على من على حامل امرأة حامل أو امرأة مرضع أفترط لماذا للخوف على الولد للخوف على الولد فقط فإذا لو كان الخوف على الولد وعلى نفسها لا يجب المد بل يجب القضاء فقط أو كان الخوف على نفسها لم يخف على ولدها إذن على الولد هناك احترز بهذا القول أن حالتين إما الخوف على الولد وعلى نفسها أو على نفسها فقط لا يجب المد بل يجب القضاء ويجب على مؤخر قضاء بلا عذر مد لكل سنة كذلك يجب على مؤخر قضاء بلا عذر مد لكل سنة فإذا هذا الرجل أفطر كيف أفطر بعذر أفطر أو بغير عذر أفطر فإذا بعد الإفطار يجب عليه القضاء فورا لو كان الإفطار بلا عذر أو كان الإفطار بعذر فيجب عليه القضاء على التراخي لكن ما معنى التراخي يعني قبل رمضان آتي لاحق قبل رمضان لاحق يجب عليه القضاء لا يجوز له التأخير إلى أن يأتي رمضان إلى أن يدخل رمضان آخر لا يجوز قبل ذلك يجب القضاء فإذا لو أخر حتى يدخل رمضان آخر
كيف أخر بدون عذر أخر؟ فإذا لو كان في التأخير عذر كيف يكون في التأخير عذر؟ إما أن يكون يعني مرضه مستغرقا، صار في هذا رمضان مريضا، ثم استمر هذا المرض إلى رمضان الناتي، لكن هذا مرض يرجى برؤه لكن استمر، فإذا هو معذور بالتأخير. لا يجب عليه مد، بل هذا تأخير بلا عذر، يجب على مؤخر مؤخر قضاء للشيء من رمضان يوم أو يومين هكذا حتى دخل رمضان آخر بلا عذر في التأخير، هذا عذر التأخير. بأن خلع عن السفر كيف يكون عذر بالتأخير؟ بأن خلع، هذا الرجل هذا الشخص كان خاليا عن السفر والمرض قدر ما عليه، كم كان هذا الخلو من المرض والسفر قدر ما عليه؟ مثلا كان عليه يوم صوم يوم واحد فقط، يوم واحد كان خاليا عن السفر خاليا عن المرض، ثم بعد ذلك أخر، فهذا تأخير بلا عذر. أو كان عليه فات هو عشرة صيام، نعم، إذن كان فارغا خاليا عن المرض والسفر عشرة أيام ثم بعد ذلك أخر، فليس لهذا التأخير عذر. نعم، بلا عذر في التأخير بأن خلع عن السفر، هذا تصوير للعذر، يعني تصوير للمنفي ليس للنفي. والمضر قدر ما عليه مد لكل سنة، فإذا ممكن هكذا أخر وقضى إلى كم سنة؟ هو ما قضى ما فاته من الصوم إلى خمس سنوات، فإذا يجب عليه لكل يوم خمس من المد، خمس من المد مع القضاء. إذا لو كان عليه عشر صيام أخر خمس سنوات، فإذا يجب عليه خمسون مد، مد لكل سنة، فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد. هل يتكرر أو لا يتكرر؟ فيه خلاف، الراجح أنه يتكرر، نعم، لكل سنة، للصوم كل يوم من رمضان كل سنة. وبه قال مالك وأحمد أيضا، ما عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز له التأخير ولا كفارة عليه، نعم، واختاره المزني، فلو مات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم بالاتفاق، نعم، وإن مات بعد التمكن بعد لكل يوم مد عند أبي حنيفة ومالك. وقال أحمد إن كان صومه نذرا صام عنه وليه، وإن كان من رمضان أطعم عنه، هكذا تفصيل في المذاهب. عندنا هذا يتكرر بتكرر السنين على المعتمد، وخرج بقوله بلا عذر، يعني لو كان التأخير بعذر لا يجب، هذا الذي يقول خرج بقوله بلا عذر. ما لو كان التأخير بعذر كيف يكون هذا العذر؟ كأن استمر سفره أو مرضه، استمر مرضه أو استمر سفره، فإذن هذا هو عذر. أو إرلاعها إلى قابل، استمر إرلاعها، إرلاع المرأة لولدها إلى أين؟ إلى قابل، فلا شيء عليه، ما بقي العذر. وإن استمر سنين لا يجب عليه، معناه لا يجب عليه هذه الكفارة، هذا المد لا يجب عليه، بل يجب القضاء فقط،
ثم إلى متى لا يجب عليه ما بقي العذر، كلمة ما ظرفية. فإن استمر، ممكن هذا العذر استمر سنين بالنسبة إلى المرضية، ممكن هي أرضعته سنتين، فإذن هي أخرت هذا الصوم سنتين لا يجب عليها شيئا. بالنسبة إلى المريض ممكن استمر 3 أو 4 أو 5 سنين هكذا. ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات. هذا مسألة الميت، بعد تمكن القضاء مات، لم يقضي بدون قضاء مات، ماذا يجب في حقه؟ هذا الذي يبين. متى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات، يعني بعد دخول رمضان آخر هو مات. وخرج من تركته لكل يوم مدان، يخرج من تركته لكل يوم مدان، يخرج مد للفوات ومد للتأخير. مد لفوات الصوم وكذلك مد لتأخير القضاء. متى يخرج مدان ومد مد للصوم، هذا مد للتأخير، هذا واجب على كل حال، لماذا هو أخر واجب عليه هذا المد. أما مد للفوات متى يجب له قيد، هذا القيد يذكر إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه. لو صام عنه قريبه أو مأذونه، يعني بعد موته صام نيابة عن هذا الميت قريبه، قريب يعني ليس الولي فقط، أحد من الأقرباء، أو مأذونه، هذا مأذون القريب أو مأذون الميت، لم يمكن أن يرجع إليهما. كيف كان مأذون الميت؟ ممكن هو أوصى، ثم هكذا صام عنه أحد، لا يجب عليه مدان بل يجب مد واحد، وإلا وجب مد، يعني إن صام عنه قريبه أو مأذونه وجب مد واحد فقط، مد واحد، لماذا؟ للتأخير. والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا، فإذا هذا المذكور يجب عليه مدان إن لم يصم عنه، فهذا الصوم عن الميت هو ليس مذهبه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الجديد، بل هذا مذهبه في القديم، رجحه في المنهج الإمام النووي رحمه الله، جعله الأظهر. نعم، الصوم عن الميت، لذلك هو يقول يعني مذهبه الجديد. والجدود جديد عدم جواز الصوم عنه، يعني عن الميت مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء تمكن من القضاء أم لم يتمكن، هكذا تقدير. كذلك فاته بعذر أو لا، هذا صوم فاته بعذر أو لم يفت بعذر، هذا تقدير آخر. ثم سواء خلف تركة أو لم يخلف تركة، هكذا تعميم من بعض الشراح. كل هذا المعنى صادق هنا، صحيح هنا، جواز الصوم عنه مطلقا. بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام بدون صوم، هذا مد طعام، يعني هذا مد الفوات، ليس هذا مد التأخير. فإذن هكذا لو مات لا يجوز عنه الصوم، بل يجب على يجب يخرج من تركته، يجب على ورثته إخراج من تركته لكل يوم مد طعام. وكذا صوم النذر والكفارة، رجل نذر صوما ثم مات، إذن هل يصوم عنه آخر؟ أو رجل وجب عليه صوم كفارة ثم مات عنه بدون صوم، إذن يصوم عنه وليه، نعم على القديم يصوم عنه وليه أو قريبه أو مذونه، لو لم يصوم أحد فيخرج من تركته مد الفوات.
وذهب النووي رحمه الله كجمع المحققين إلى تصحيح القديم القائل بأنه لا يتعين الإطعام في من مات مسلما بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة وجب أحدهما لو لم يكن تركة يجوز للولي أن يصوم عنه لو ترك شيئا من التركة إما يجوز الصوم أو الإطعام يجب الصوم أو الإطعام هكذا ذكر هذا هو القول المذكور أولا وإلا ندب يعني وإن لم يترك تركة ندب أحدهما الصوم أو الإطعام نعم ومصرف الأمداد فقير ومسكين فهذا المد مد الفوات وكذلك مد التأخير يصرف إلى من؟ إلى الفقير والمسكين كسائر الكفارات وسائر الواجبات من الصدقة نعم فقير ومسكين يعني أو مسكين وله صرف أمداد لواحد وهنا خلاف لأمداد كفارة إفساد الصوم بالجماع هناك يجب لكل فقير من 60 مسكين فقير مد لا ينقص ولا يزاد أما هنا يجوز صرف أمداد لواحد نعم فإذا هذا رجل فاته صوم 30 يوم هكذا بعذر فات يعني بسبب حرم أو هكذا فإذا يجوز له أن يعطي هذه الأمداد 30 إلى رجل واحد نعم ثم ممكن هذا رجل أخر حتى يدخل رمضان آخر فإذا وجب عليه 60 مدا يجوز له صرف 60 مد إلى فقير واحد هذا يجوز صرف أمداد لواحد لكن وهنا لا يجوز أن صرف بعض المد إلى أحد يجب يعني عندما يعطى مد بخلاف مد واحد لشخصين هذا لا يجوز نصف مد لآخر نصف مد آخر هكذا تجزئة الأمداد لا يجوز أما جمع الأمداد يجوز كذلك ومد وبعض مد آخر لواحد هذا أيضا لا يجوز فلا يجوز لأن كل مد فدية تامة نعم ثم هذا مسألة فائدة وفي هذه الفائدة يذكر المصنف مسألة يعني قضاء الصلاة والذي سبق يعني قضاء الصوم ذكر فيه قول الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد والقديم مسألة الصلاة سبق بيانها ملخصا في كتاب الصلاة وهنا يعني مناسبة لذلك عاد ببسط فائدة من مات عليه صلاة فلا قضاء ولا فدية يعني لا يقضي عنه آخر ولا يجب الفدية وفي قول كجم مجتهدين قول يعني قول للشافعي رضي الله عنه كجم مجتهدين يعني كأقوال جم مجتهدين أنها تقضى عنه يعني الولي قريب الميت أو مأذونه يقضي عنه هذه الصلوات المقضية عليه الفائتة له يقضي لماذا هذا القول كجمع متقدمين لخبر البخاري وغيره لخبر البخاري وغيره وغير البخاري نعم وهنا في الصلاة خصوصا حديث وهذا الحديث فيه علة أما هذا المذكور يعني
ليس في الصلاة خصوصا، بل هذا قياسا ذكره. ومن ثم اختاره جم من أئمتنا، ومن ثم معناه لأجل هذا الخبر، اختاره اختار هذا القول جم من أئمتنا، وفعل به السبكي رضي الله عنه عن بعض أقاربه. نعم. ونقل ابن برهان رحمه الله عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم. نعم. إن خلف تركة، ذكرنا في الصوم يجب إما الإطعام أو الصوم، كذلك نقول هنا إذا يلزم الولي أن يصلي عنه أو أن يفضي عنه، وإلا ندب عنه لو لم يخلف تركة يندب في الصوم، كذلك يندب هنا أيضا. وفي وجه عليه كثير من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا. إن خلف تركة يصلي عنه كالصوم، لو لم يخلف تركة لا يلزم بل يندب. يطعم عن كل صلاة مدا، وهنا يعتبر لكل صلاة صلاة، ليس لكل صلوات يوم يوم لا، بل لكل صلاة مد مد. وقال المحب الطبري نعم، ثم بعده مسألة أخرى. وقال المحب الطبري رحمه الله يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة. نعم. فإذا هل يصل إليه هذا الصوم والصلاة كما يصل الصدقة وقراءة القرآن؟ هذا الإمام محب الطبري قال يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة. ما معنى هذا يصل للميت؟ هذا وصول الثواب أو وصول عين هذه العبادة. ما معنى وصول عين هذه العبادة؟ وصول عين العبادة معناه كأن الميت فعله، هكذا يعتبر. وصول الثواب ليس معناه ذلك، بل معناه أن الفاعل هو الفاعل، لكن يحصل للميت مثل ثوابه فقط، الميت لا يعتبر كأنه فعل. نعم. في شرح المنهج عن جماعة من الأصحاب قال أبو جيرم كأن صلى أو صام، هذا معنى وصول الميت يصل للميت كل عبادة، معناه كأن صلى أو صام. وقال اللهم أوصل ثواب ذلك إليه وهو ضعيف، والضعف ظاهر إن أريد الثواب نفسه، فإن أريد مثله فلا ينبغي أن يختلف فيه. نعم. فإذا هذا إيصال عين العبادة فيه خلاف، ووصول عين العبادة وهو ضعيف، أما وصول ثواب العبادة لا يختلف فيه، لا يختلف فيه، هكذا ذكر في البجيري. نعم. نعم. الصدقة يصل نفس ثوابها للمتصدق عنه إجماعا، وكأنه هو المتصدق، ويثاب المتصدق ثواب البر لا على الصدقة. نعم. هذا بخلاف الصدقة، أما الصدقة عن الميت فيه خصوصية يصل عين الصدقة، يعني كأن الميت هو المتصدق، هكذا يعتبر. نعم. ثم وفي شرح المختار لمؤلفه، لمؤلفه يعني لمؤلف المختار، هذا من كتاب المختار له شروح كثيرة، فإذا للمصنف شرح. وفي هذا الشرح، هذا من كتب الحنفية، نعم، مذهب أهل السنة أن الإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله. نعم.
فإذا هذا أولا نقل من عن محب الطبري من الشافعية، ثم نقل عن شرح المختار من الحنفية. نعم، أي عمل كان هذا التعميم منهما. أما هذا قراءة القرآن أو الصدقة وهكذا في بعض البر جاء عن الأئمة عموما هذا القول، لكن في هذا التعميم جاء عنهم فقط، لذلك نقلهم. نعم.